ثورة علمية شكلها العلاج بالبلازما، وهي سائل من نفس دم الشخص، والتي أصبحت بديلاً عن العمليات الجراحية لمنع تساقط الشعر عبر عدد من الجلسات بحسب الحاجة، إجراء طبي ذهب له البعض رغبة وزيادة في التجميل لتحفيز فروة الرأس وتجديد الخلايا. البلازما عبارة عن الدم، ناخد الدم بتاع المريض ونعمل له معالجة معينة عشان نطلع منه الخلايا الجذعية والصفائح الدموية. الصفائح الدموية أي حد بيسأل عليها بيعرف إن هي المسؤولة عن التجلد، وإنه لما بيبقى فيه نزيف تحت الجلد الصفائح الدموية لما بتيجي المنطقة دي بيوقف الدم فيها بطريقة مظبوط. فعلشان كده بطريقة معينة بنقدر نراجع الخلايا دي والصفائح دي ونطلع منها الجروس فاكتورز اللي بتخلي الدورة الدموية في الوش أو في الشعر بطريقة ممتازة. بديل ثوري وعصري اقتحم عالم التجميل، ومثل ما له فوائد عديدة إلا أن له كما من الأضرار حينما يتم العمل عليها دون متخصص، كما جعلت العديد يلجؤون له كأحد أبرز الخيارات وأسرعها للشعر. دايما بنركز على التكنولوجي والتقنية اللي بنقدر نستخلص بيها الصفائح الدموية. زي ما اتفقنا الصفائح الدموية دي عشان نطلع منها أنقى أنواع الجروس فاكتورز والخلايا الجذعية لازم يكون الفصل بتاعها عن طريق كيماوي عشان نقدر نطلع أجود الأنواع اللي موجودة فيها، وده ما بيجيش بأسعار رخيصة. فعلشان كده دايما بنتوخى الحذر في التكنولوجي اللي بنستخدمها في فصل البلازما. طرق بديلة وسريعة يستخدمها الأشخاص لحقن البلازما بهدف زيادة كثافة الشعر في فروة الرأس، وذلك لإفراز مادة الكولاجين التي تساعد على تحفيز نمو بصيلات شعر جديدة. باسل ممدوح، MBC جدة.